السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا التصريحات الأخيرة تاع ماجر، وين يريد كسب استعطاف المواطن الجزائري، وما جاش تكلم ما تكلمش على قضية تاع الإشهارات. حنا هدر الناس هدرت، ما نقولش حنا بس كاع هدرت، ناس هدرت على ماجر في مجال الأموال اللي داهم، مش حنا هدرناها. نديرو لكم عيلة وراحي وين تكلموا، وين الشركة تاع النشر والإشهار وين تكلمت على تكلمت كيما نقولوا حنايا، تكلمت على هذا القضيه هذه. نشوفوا راكم تشوفوها، هيا لو راهي لو طلعوها بشويه. مؤسسة النشر والإشهار في بيان لها توضح أن الشركة قامت باتخاذ إجراءات قانونية بغية استرجاع الأموال الشركة من عند رابح ماجر. الشركة قامت بإيداع شكوى لدى المحكمة لاسترجاع الأموال في إطار قانوني. الشركة قامت بكشف معاملة بنكية مع الجريدتين، وتبين أن ماجر أخذ الأموال في وقت أن الجريدتين كانت قد أغلقت أبوابها، وهذا مخالف للقوانين. شو كيفاش؟ مش إحنا هدرناها ماجر، مش أحمد هدرها. يعني أنت جيت اليوم وقناة النهار، قناة النهار اللي يتحوس باش قناة النهار كي دارت هذا الصوالح، تحوس باش تهرب ماجر، وتحوس كيفاش تكذب على الشعب. استعطاف ماجر، ما عندك ما دير. انت في طولة تهدر القضية تاعك اللي جيت عليها، جيت تهدر لي على قضية تاع قلعوا لك الأرض، وتقولنا باللي الأموال، انت الأموال تاع صابلات، هي لا وراحي راك هادر وكشف حقيقة مشروع صابلات، ويرد على الاتهامات الموجهة له. قضية تاع صابلات هذا صار له كيما نهار سعدان كيما اليوم الخميس، قالنا الحد غادي نهدر لكم على اللعابة اللي نجيبوهم الاتحادية وين يروحوا. الحد ميجا قالنا كنا نشروا لي ماتش تاع كونت مصر ونبيعوا ونشروا مع بيناتنا وبين مصر، عارف فاهمين. هذو جاو يبغوا يبدلوا الرأي العام، ويبغوا استعطاف تاع الشعب الجزائري. وين شفت واحد انايا واحد سيبورتير تاع زاتشي، ما نقولش تاع ليكيب ناسيونال، خاطر هذا كوي يقلعوا له ليكيب ناسيونال ما سايك، كوي يخلوا شركه في الطياره يديبلاسي مع ليكيب ناسيونال نعرفوه جوية الجي. وين قال له ماجر عندك الحق، هذو لازم تطيح لهم باش يولوا يبغوك. تبعوا غير في الخاين، الله ما عاد كاع مين زايدين. اسمعوا هنا اش راه يهدر، ما تشوفنيش انا، ما غاديش تشوفني. خاطر علاه انت ما شفقتش على الجزائر، مي كانت العصابه نقطه القوه تاعك، وتجي اتهمتوا ناس، اتهمتوا لاعبين، اتهمتوا كاع، درتوا كلش باش تردوا الحصيصه. اليوم شربوا من السم تاعكم، ونقولها لكم ونعاودها لك، شرب من سمك، ما غاديش تشوفني انا، شرب من سمك. الوقت ان الشعب يعرف الحقيقه، شي. يعرف الحقيقه، لان انا ساكت وخليت لا بوسيبيليتي يعني لهذا الناس باش يغلطوا الشعب الجزائري، ولكن الان حان الوقت لكي نتكلم، والشعب الجزائري يعرف ماذا عاش ورابح ماجر مع هاد الناس اللي مازال هو ورا. شي حوس هو مي قال لك شو الحقيقه، ما كان تاع حقيقه، ما كان تاع فايده في الهضره. النهار هي لا دايرات ومكالمه يهدر معاهم، يحوسوا كيفاش يبدلوا الراي العام. برك هذا ما كانش قاضي، هو عيط اصحابه كلش. خاطش علاه قضيه تاع ماجر في تاع النشر والاشهار غادي تزيد تخرب، غادي تزيد تخرج ناس مسؤولين في كرة القدم. إشهار باش ماجر دخل اليوم هدر في قناة النهار، راهي الدعوة كبيرة. وكما قلت لكم غادي تسمعوا ناس غادي ريسانكم يحبسوا في الاتحادية الجزائرية. جا هو جابته النهار باش يقلب الرأي العام، برك هذا مكان. سمعوا معنا ورايا في هذه الأمور، هذه المشروع اللي حبيت نديرو أخ محمد، المشروع في الصابلات، هذا المشروع في الفايف فوت ملاعب كرة القدم، يعني حبيت ندير ما ها
اسمعوا، هو مين مين هذا ماجر، مين حبس بولا هذا، مين تربد الشكاره باش بنت له لبلدي، حبيت نديرو للشباب الجزائري. خممت مش غير حماج اللي يستفاد الى الشعب، وستكون مفخره للجزائريين، لان لما الطائره انا اقول لك قال واحد ماجر، الشعب الكذب تاعكم كمل والشعب تهم، الكذب تاعكم كمل والشعب تهم. شحال كذبت علينا، شحال كذبت علينا، قلنا شحال كذبت علينا، كنت تكذب تقول باللي الدوله ما عطاتني تا ما نصب باش نخدم، تاع الشاو يكشفوا فيك نتايا من 2008 وانتايا في الوزاره تخدم، تدي اموال بصح بدون عمل، تدي اموال بدون عمل، دايرينك مكتشف رئيس مكتشف المواهب مره اخرى. 2012 قلت باللي ما كاش اللي يتصل بيا، عيطولك باش تكذب ليكيب ناسيونال المحليين، ما بغيتش، تبغي الشكاره، تبغي الشكاره والطياره والزيتون بالفرشيطه. لما الطائره تطلع الى مطار الجزائر تفوت من صابلات، تفوت من جيت ماجر، ونكون مفخره من الجزائر. ولكن مره اخرى هاد لي مانيبيلاتور، هاد الاعداء رجعوا وعملوا كل مجهودهم لكي يفشلوا هاد المشروع، وفعلا فشلوه، لان لما تشوف يعني ان اكت دو كونسيسيون، سي ان اكت دو كونسيسيون كما يقولوا بالفرنسيه، يعني ان اكت دو لوكاسيون ليرجع كل الحياه الى الولايه، ماشي غير رابح ماجر. يرجع الولايه ماشي رابح ماجر. رجعوا وعملوا كل مجهودهم لكي يفشلوا هذا المشروع، وفعلا فشلوه، لان لما تشوف يعني ان اكت دو كونسيسيون، c'est un acte de concession qui n'est pas le faire يعني un acte de location ليرجع كل الحياة إلى الولاية، ماشي غير حماجر، يعني أنا شغل سي دو لوكاسيون دو تيران اللي أخذتها ودفعت فلوس كثيرة عليها. شوف والله العظيم ادا 80% من البنكة و10% من جيبه، أنا نقول لكم هذا ادا 80%، هذا المشروع تاع صابلات ادى 80% ودى 10% من جيبه و 80% من الدولة، يقول لك دفعت أموال باش يرجع هذيك 10%. دفعت فلوس كثيرة عليها لحد الآن، ولحد الآن المشروع ما راهوش رايح يعني يفوا لو جور، لحد الآن ما ناخذ أي فلوس، طلبت لو رومبورسومون تاعي لحد الآن ما الولاية ما رومبورساتيش أوكان سون. تحصل له 10% برك، 80% من عند الدولة و10 80% من البنكة و10% من عند الدولة من جيبك، هذا مكان 80% من عند الدولة و10% من جيبك، راك طالب ديك 10% باش تردها. زوج ملايير اللي ديتها في 2001، زوج ملايير اللي بغيت تشكي بالاتحادية الجزائرية، بغيت تشكي بهم زوج ملايير اللي ديتها. نتايا تخمم مع الشباب الجزائري، نتايا كون جيت تخمم مع الشباب الجزائري يا ماجر، كون 2015 كون خليت الجزائر نظمت كأس إفريقيا هنا بالجزائر، أنت بصح ما بغيتش، أنت خممت على روحك، ثم هذه النجمة تقعد وحدة برك، ونقعد نهضر عليها أنايا، الجزائر ما تزيد تجيب نجمة، كنتو دايرين باللي العصابة مازال تقعد كيما هكا وتزيدو تدو تدي من جيت صابلات، تدي الصحراء، تدي الجبال تاع الهوكار، تدي بغيتو تدو كلش. اليوم جاي دير لي انا نوكل ربي، نوكل ما توكل على ربي لا والو، انت احنا نوكلوا عليكم ربي، انتم العجله تاع التنميه حبستوها، راه تربح غاديك، راه تربح ما تشفنيش، راه الله يجعل 20 عام حبس ما تشفنيش كاع، واللي تشفه راه كيما انت يا خاين كيما انت يا، انا نقول لك ما تشفنيش انايا.